ردة فعل مع رياض، شرحي لي البديل الناجح اللي استطاع ان يسجل هدف الفوز. نقول لك الف مبروك، يعني رجعت في المباراة، انت حتى اسمع زملائك يعني في المدرج كلهم يحيونك، انت صاحب هدف الفوز، الف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد، هذا توفيق من الله سبحانه. الله كرمنا بهذا الفوز، طبعا الهدف ما جاء بمجهود رياض بس، مجهود الجميع، اللهم لك الحمد. يعني بداية المباراة ما ظهرنا بالشكل اللائق، لكن بتكاتف اللعيبة والمسؤولية اللي حاملينها صراحة كمجموعة، ظهرنا بالشوط الثاني بمستوى مرة يعني يرضي الجميع. فالحمد لله قدرنا انه نكسب 3 نقاط. ايش نقطه التحول اللي صارت في الشوط الثاني؟ رياض شفناكم امتلكتوا وسط الملعب، هاجمتوا وسجلتوا. اي طبعا هذه صراحه طريقه المدرب، يعني غيرها من 5-2-3-5-3-3 الى 4-4-2. نعم. فشفنا نقطه التحول صراحه، يعني الفريق قدم اداء مميز الشوط الثاني، واتمنى ان شاء الله، ان عارفين انه المباريات القادمه جدا صعبه اكيد، وبالذات المباراه الجايه ضد فريق يعني متصدر، بس تلعبون على ارضكم امام الهلال، طبعا هذا شيء محفز لنا، وان شاء الله انه نقدم ونبيض الوجه، اقل شيء نطلع باقل خسائر، وان شاء الله انه قادرين باذن الله. ما في شيء مستحيل. الف مبروك. شكرا كابتن رياض. شرحي لي بيتوقع معنا لاعب عبد العزيز الناشي ايضا من فريق الحزم.